خلونا نجدد الترحيب بضيفنا العزيز الاستاذ الدكتور هاشم بحري، استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر. وكنا بنتكلم ازاي كل واحد فينا يبقى مسؤول عن رعيته بقى، لو صح التعبير، من الاسره لحد الدوله. فمثلا يوسف، محسن، زيد، عبيد، نتعامل ازاي جوه البيت مع اهالينا، سواء اذا كان مراتاتنا وعيالنا، ابونا، امنا، اخواتنا، اي حد احنا في محيطه او هو في محيطنا. ما انت بيبقى قدامك حاجتين، هتمشي تبع القواعد وتلتزم بيها انك تقعد في بيته وما تخرجش. فطلعت بقى زي الاحصائيات اللي شفناها دلوقتي انه ما بقاش في مشاكل في الدوله ولا سرقه ولا ولا ولا، لكن المشاكل الزوجيه هي اللي زادت. أوكي. لانك قاعد في وش اللي قدامك بقى، هتطلعوا القطه الفطسانه ببعض ومش هنخلص، احنا قاعدين فاضيين لبعض بقى، قاعدين فاضيين بقى. يعني الافضل برضو ان الواحد يروح يشوف شغله. يعني الناس تبعد عن بعض الصبح، يعني ما يقعدوش في وش بعض ليل نهار كده بالطريقه اللي هم بيقعدوا فيها. لما مطلوب، يعني ليا اصدقاء كثيرين جدا بيقولوا ان احنا بقى خلاص يعني قفلنا عياداتنا، شغلنا، مش عارف ايه، وقاعدين بقى لهم دلوقتي 3 أسابيع قاعدين في البيت. لا حول ولا قوه. فانا رايي ان ده يعني مدعاه الى انه الاحتكاك هيزيد. عايزه حرفانه بقى قوية جدا علشان تخلي في خلال المدة الطويلة دي كلها الخلافات ما تبقاش موجودة. انا في الوقت اللي بقى يعني المتاح اللي هي دلوقتي مع الاحفاد ومع بناتي، فبيطلعونا بقى كل يوم والتاني لعبة جديدة، مش عارف لعبة اسمها مش عارف ايه، 10 فيزز والتانية ولا فيز 10 والتانية سيكونسز، ومش عارف بيقولوا الالعاب كده غريبه يعني. ايش فمسليه ولطيفه، دي حاجه. الحاجه اللي بعدها انه ابتدينا نقرا شويه. يعني كل واحد بيقرا حاجه. أوكي. ويقولها حلو، فيبقى هو برضو بيخليني يعني بدل ما انا هقرا ملزمه واحده او شابتر واحد في اي حاجه، انا كده قريت 4 أو 5 شابترز ات ذا سيم تايم، فوسعت مساحه الاطلاع بتاعتي. بالظبط. النوع بقى ان انا ابتديت اسمعهم، يعني ابتديت اسمع حاجات ما كنتش بعرفها قبل كده، ان هم بيعملوا ايه، بيفكروا ازاي، شايفين مستقبلهم ازاي. الحاجات دي كنا ما بنقولهاش قوي، لان طول الوقت ايه، انت اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. الدنيا في اي مشاكل، في اي حاجه تحب تاخد رايي في حاجه؟ لا بابي الموضوع مش كويس قوي الحمد لله، خلاص. لا دلوقتي لا، بنقعد. ولما قعدنا وسمعنا شويه لا اتضح ان في حاجات ما كانش بتتقال عشان ما نزعلوش، ما نضايقوش، مش عايزين يعني ما نقعد ننكد على بعض. وده في الحقيقه يعني فرصه ان الواحد يقرب للاسره اكتر، وللناس اللي بيحبهم، لاصحابه. يعني بقى الواحد برضو الدنيا ومشاغلها والحاجات دي. اول امبارح مثلا المثل، يعني اخدت لي لفه على اصحابي كلهم. كل واحد اتكلم معاه ربع ساعه كده، اطمن عليه وعلى اخباره. وبعد كده ابتدى اكمن، احنا عاده بنتقابل يوم ثلاث وجمعه. حلو. بس عاده احنا يعني بنلعب دايما بريدج مع بعض. فبننهمك في اللعب، وهو لعبه حماسيه شويه ففيها اعداد وكلام كده. فدلوقتي بتكلم في التليفون، فابتديت اسال وهو يسال بقى، طيب انت بناتك فين؟ ولادك بيعملوا ايه؟ واخبار دراستهم ايه وشغلهم؟ ابتديت يعني ابقى اقرب كمان شويه للجيل الثاني اللي بعد اصحابي. ولاده وحبايبه ومراته واسرتها واسرته والدنيا ماشيه ازاي. فانا رايي انه على المستوى ده بقى في فرصه انه العلاقه بقت اعمق شويه. حلو جدا. واكثر قدره على ان انا اشوف واحس بالناس اكتر.